رفع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعمهم وتحفيزهم لأبناء البحرين وتحفيزهم من أجل بلوغ المناصب القيادية في الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية والقارية. وعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن فخره واعتزازه بالتهاني التي تلقاها من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد بمناسبة تزكية معاليه رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ولمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للدورة الانتخابية القادمة 2019-2023 مشيرا إلى أن الدعم واهتمام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يمثل نبراسا من أجل مواصلة قيادة مسيرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو آفاق رحبة من التطور والنماء بما ينعكس بصورة إيجابية على مسيرة لعبة كرة القدم في القارة الآسيوية. كما أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعمه ومساندته الدائمة لأبناء البحرين في الوصول للمناصب الخارجية باعتبارهم سفراء لوطنهم في مختلف المنظمات والهيئات الرياضية الخارجية.